ودلوقتي معاد موضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن كيفيه استغلال فتره التوقف الدولي في اعاده شحن معنويات الفريق والاستعداد لما هو قادم. تعالوا كده ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، وهنبدا من عند مين انجي؟ البدايه مع محمود ناصر بيقول صباح الفل عليك يا انجي، صباح الورد عليك يا احمد، نهاركم ابيض بخطين حمر. طبعا الزمالك مش هيتاثر بتوقف الدوري طبعا لراحه اللعيبه، وان شاء الله لما نرجع للملاعب نكون افضل في المباريات ونكسب باذن الله كل المباريات القادمه. بالتوفيق للفارس الابيض نادي الزمالك، واهم حاجه ما نتاثرش، وان شاء الله القادم افضل. بحبكم قوي يا انجي واحمد، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر. احنا كمان بنحبك يا محمود، وبنحب الحقيقه كل مشاهدينا. جدا امون، دعم اللعيبه انها في الدوري اهم شيء، جمع اكبر عدد من النقاط، الاستمرار في الفوز، لان الدوري طويل واللي يعوض عن اي هزيمه هو التتويج في النهايه بالدوري. زي ما زعلتونا في مباراه لازم تفرحونا في النهايه بالدوري. كلام منطقي جدا من امون.